بوجوده معايا دلوقتي على الهاتف. اهلا بيك كابتن مروان. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بحضرتك. سعداء بوجودك معانا بالتاكيد، ويمكن في لحظه ياما يعني كلنا بنتمناها في 2016 تكون سعيده بعد وقبل المباراه، وفعلا اسعدت المصريين بقيادتك المنتخب الوطني المصري لكره اليد في بطوله الامم الافريقيه 2016، وكمان اللي بيشبه اليوم ان هو كان امام المنتخب التونسي. هاخدك للحظه وتقول لي كواليسها اللحظات دي كانت عامله ازاي معاك في 2016؟ والله طبعا هو في البدايه طبعا يعني احنا بنتمنى التوفيق ان شاء الله النهارده للمنتخب المصري ان شاء الله مع منتخب تونس باذن الله، ويرجعوا تاني بطوله افريقيا كده ان شاء الله في مصر باذن الله ان شاء الله. تاني حاجه طبعا اللحظه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي لحظه طبعا عصيبه، ان هي في وسط جمهورك وفي وسط بلدك. صحيح. فكان اللي هو ايه، عارف مفيش خيار عندك يعني. صحيح. لازم تسعد الناس دي كلها ولازم تكسب، يعني اكتر من ان انت تحرز البطوله كان لازم اسعاد الناس الشعب المصري كله. صحيح. خصوصا ان كانت الصاله يعني طالع عن اخرها، انا كنت احد المولودين. صحيح. بالظبط. فطبعا ده كان يوم عصيب جدا جدا جدا، بس طبعا الواحد حاول ان هو يطلع اللعيبه من اجواء التوتر خالص بقدر الامكان، طبعا ما اخدكش 100% عشان يقدروا يطلعوا اللي عندهم. حتى احنا الشوط الاولاني خلصنا الشوط الاولاني كنا خسرانين متاخرين 13 او كام، مش متذكر 12 حاجه كده يعني. كان فرق واحد لتونس. ايوه. ونزلنا الشوط الثاني الحمد لله تقدمنا لحد ما خلص الماتش فرق 2 لينا يعني. صحيح صحيح. واياميها كان المنتخب التونسي بكامل نجومه يعني. ده صحيح. كان اجسام ما شاء الله كمان، وكان في محترفين في التوقيت ده كمان، وتقريبا الظروف يا كابتن مروان هي نفس الظروف دلوقتي، يعني لو هنتحدث ان نفس صفوف المنتخب التونسي دلوقتي في محترفين، وايضا الكره التونسيه زي ما احنا في كره اليد برضو نجمها قوي جدا. ولكن انا هاخدك في النقطه حضرتك اتكلمت فيها، حته مساله الضغط النفسي، اكيد خلاص فنيا اللعيبه مع مباريات البطوله خلاص تدرجوا فنيا وبقوا الخطط الفنيه واخدينها من المدير الفني جارسيا حاليا اللي بيقود المنتخب، خلاص الموضوع ده متشبع فيه. ولكن خليني اسالك في الجانب النفسي، حضرتك النهارده تحب تقول ايه للاعيبتنا لو هم سامعيننا او بيتابعوها، ازاي يطلعهم من معامل الضغط النفسي اللي هو هيكون في ارض تونس وبيلعب المنتخب التونسي وتواجد الجماهير التونسي هناك، ازاي المفروض يتعاملوا مع هذه المباراه؟ والله حضرتك يعني هو ما فيش طبعا كلام نظري يتقال خالص في المرحله ديت، لكن هم اعتقد ان هم عندهم من الخبرات، على الرغم ان في مجموعه صغيرين معاهم، بس الناس القايده المنتخب عندهم قدره من الخبره ان هم يقدروا يعدوا المرحله ديت، ان هم يلعبوا مباريات كره اليد ايا كانت بقى كانها في تونس في مصر في اي بلد ثانيه. يمكن كابتن هو ده الاساس. اكيد قلت نقطه مهمه جدا خاصه بالخبرات، يعني اللاعب الخبره ممكن ما يكونش حالته الفت قوي وموجود في المنتخب، بس انا بقدر استغله في حته توجيه اللعيبه اللي هي الشباب اللي لسه منضمين حديثا، وبيفرق معنويا ونفسيا في توجيههم ليه غير المدير الفني في الملعب. طبعا طبعا حضرتك ده هو ده الاساس. المدير الفني ما هو الا عليه ان هو هيحط الخطه اللعب او الاداء او الكلام ده كله، هيحاول ان هو يطلعهم، لكن طبعا اساس اللعيبه طبعا. صحيح. واحنا عندنا الحمد لله دلوقتي في عدد من اللعيبه لا باس به كده خبرات كويسه كسبوا خبرات الفتره، فطبعا سيبك من احمد الاحمر والناس اللي لعبت طبعا كتير، لكن انت عندك علي زين، عندك يحيى الدرع، عندك ممدوح هاشم، عندك كذا لعيب عشان ما ننساش حد يعني. انا اتذكر انت احمد الاحمر في المباراه النهائيه ادخرته لاخر وقت في المباراه، يمكن ما كانش له ظهور قوي في الشوط الاول، بدات تدخله لاخر المباراه في المباراه النهائيه، وكان فعلا كارت رابح ليك في هذه المباراه. طبعا طبعا. لا احمد الاحمر طبعا ما فيش غبار، ان هو لعيب خبره عاليه جدا 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 يعني، يمكن في المنتخبين ما فيش لعيب بخبره احمد الاحمر يعني. صحيح صحيح. وبمهاره احمد الاحمر كمان. صحيح. ده حقيقي. لكن النهارده طبعا هيبقى في ضغط عصبي على اللعيبه، ربنا يكون في عونهم وربنا يغزيهم يعني. لكن اللي انا اقدر انصحهم بيه ان انتوا انزلوا العبوا مباراه كره يد، الموضوع هيبقى سهل عليكم ان شاء الله. وان شاء الله نفرح بيهم ونفرح بمكسب بطوله افريقيا باذن الله، ونرجع الكاس مصر تاني، وتبقى فرصه كمان لينا كمان ان احنا نخش الاولمبياد من غير تصفيات ان شاء الله ان شاء الله.
فان شاء الله ربنا هيكرمهم باذن الله تعالى. موضوع صعب سهل، لكن هم قدها وقدود ان شاء الله ويعدوها باذن الله تعالى. بيكمن في ايه صعوبته؟ هل بس مساله ان هو بيلعب في تونس وتواجده للجماهير التونسيه، ولا في حاجات تانية ممكن تكون هي احنا مش واخدين بالنا فنيا مثلا تكون هي صعوبات على المنتخب المصري النهارده؟ لا طبعا، هو منتخب تونسي منتخب مش هين، منتخب صحيح. قوي طبعا طبعا، وعنده محترفين كتير. يعني عنده اعتقد مش اقل من خمس ست لعيبه محترفين، اربعه او خمسه لعيبه فعلا محترفين، حتى فيهم واحد مع لاعب مع هاشم كمان في نفس الفريق يعني. بالظبط كده. فهو ماتش فنيا مش هين. لا طبعا زي ما انت قدراتك الفنيه كويسه، هو برضه قدراته الفنيه برضه كويسه. لكن هو يزداد بحته اللي هو على ارضه، وعلى ارضه دي خد بالك هي سلاح ذو حدين. ممكن لعبته هي اللي تتوتر، وممكن لعبته هي يبقى حماس ليها. زي ما احنا الشوط الثاني في بطوله افريقيا في مصر، كان يعني الجمهور المصري اللعيبه الحمد لله تحول ان هو بدل التوتر ان هو يبقى مؤازره للمنتخب المصري، وعرفنا نعدي الماتش. فطبعا في شغل فني وفي شغل مدرب كابتن وكل دوت، لكن عمل النفسي ده طبعا ده مهم جدا جدا جدا. فانا اتمنى ان هم يكونوا متجهزين من نفسيا عشان يقدروا يطلعوا الناحيه الفنيه بتاعتهم كلها يعني. يمكن كمان كابتن مروان خليني اكد معاك شويه، الناس عندها نقطه يعني ايه مباراه خارج الديار لو حايم. هي طبعا ما فيش شبه بين كره القدم، ولكن اكيد انت بتبتدي مثلا مباراه حابب ان انت ما بيبقاش في كم من الاهداف مثلا معين يدخل، او بتحاول تعمل تكتيك معين اللي انت تمتص بيه الجماهير وتمتص بيه حماسه الفريق الاخر طبعا هو بيلعب على ارضه. ده فعلا موجود في كره اليد ولا لا مختلف الموضوع؟ بص طبعا انت موجود طبعا في اي لعبه، لكن هو طبعا المنتخب المصري النهارده كل ما هو هيحافظ على هدوءه وهيحافظ على ان وعلى دفاعه وقله الميس باس او قله الاخطاء، ايوه كل ما الموضوع هيبقى سهل. يعني مثلا ممكن تقول لهم يمتلكوا الكره فتره معينه، الفتره اللي هي المسموح بيها الفتره كلها، او يحاول يعمل فاولات ويمسك الكره فترات اطول يحط الفريق اخر تحت ضغط يعني؟ لا لا لا، احنا ما عندناش كره اليد اللي هو يعني بمعنى صح اضيع الوقت. لا لا ما عندناش، مش تضيع وقت، الهجمه تاخد وقتها كامل اقصد يعني لكن الهجمه لازم يكونوا الميس باس ان هو يبقى في تسرع في انهاء الهجمه. وبالتالي يحصل يعني ايه تضييع قوه كتيره. وبالتالي ممكن يتجرى عليك فاصل بريك كتير. وبالتالي يبقى في فرق سكور، ولو فرقه تونس لو حصل ان هي فرقت على منتخب مصر بكام هدف، الموضوع هيصعب اكتر واكتر. فهو ده اللي بتكلم عليه، لازم يحافظوا على هدوءهم وعلى المحافظه على ميس باس ديت. ميس باس دي بقى اللي هي الاخطاء، يعني تقصوا بيها الاخطاء. صحيح. كل ما قلت الاخطاء بتاعت منتخب مصر كل ما الموضوع هيبقى اسهل ان هم يعدوا الماتش دوت ان شاء الله. احنا يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. احنا مع حضرتك ومتاكدين مباراه مش سهله، سواء من اجواءها اللي هي موجوده في خارج الديار وفي ارض المنتخب اللي انت هتنافسه في النهايه، والمنتخب التونسي تواجد جماهيري، منتخب تونسي من افضل المنتخبات الافريقيه، هي مصر وتونس يمكن متربعين عرش كره اليد الافريقيه. ولكن في النهايه احنا متفائلين يا كابتن، وان شاء الله عندنا القدره اللي احنا نصنع تاريخ جديد النهارده ونحصل على هذا اللقب، ومن ثم الصعود للاولمبيات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نبارك لمصر كلها بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن خالد بشكرك شكرا، كابتن مروان بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا، وكنا سعداء اكيد بتعليقك عن مباراه اليوم منتخبنا المصري مع المنتخب التونسي في النهائي، شكرا جزيلا لي. كابتن مروان قلم كان نقطه مهمه جدا، وزي ما احنا متفقين مباراه صعبه جدا، مباراه تكمن صعوبتها في المنتخب التونسي نفسه كمنتخب قوي جدا امام المنتخب المصري في وجوده من خمسه لست لاعبين محترفين، فده نقطه قويه جدا اكيد لصالح المنتخب التونسي. وايضا هو بيلعب خارج بيلعب على ارضه في وسط جمهور، ده نقطه مهمه جدا المؤازره، زي ما احنا كنا بنتكلم عن اجواء اللي كانت موجوده في 2016 وكانت قد ايه حماسيه للاعبين، وكانت قد ايه دافع قوي جدا ان هم يحققوا الانتصار الغالي جدا لهذه البطوله في 2016 على الرغم من تاخرهم في الشوط الاول من المباراه، ولكن في الشوط الثاني قدروا ان هم يتخطوا المنتخب التونسي وكسبوا فريق 2، كان لقب مهم جدا. المباراه دي اجواءها كثيرا بتشابه هذه الاجواء، ولكن ان شاء الله تكون النتيجه مغايره، وان شاء الله يكون لصالح منتخبنا الوطني هذا اللقاء، ومن ثم ان شاء الله حصول اللقب والصعود للاولمبياد.